مع ابو بلف. احنا قدور لو غسلوها ليه ما يكبون الماء اللي بها؟ يا اخي ما ادري انا المفروض يخلون كاشفة بعد. لا لا ارجع ارجع ورا بتطيح ترى. اسحبها يمك. ايوه يوم كاس العالم اللي في قطر. حلو. الاخير ذا. رحت انا وكان معي مشعل حبردي وقبيله بن سلمان. نعم. مع الاسود بالنيابه. ايه. وكان معنا ناس من اخويانا ثانيين بعد. ايه. رحنا نداوم هناك كانت في فعاليه اسمها هيا سلوى. هيا سلوى؟ ايه. ايوه. كنا رايحين كان في وظائف موسميه في احد الشركات ايه. ودخلنا معهم فالفعاليات هناك وقعدنا شهر كامل بالضبط. حلو. 30 يوم. ايه. في هيا سلوى هناك. ايه. والله كانت يا ابو عطيه العزوبيه وما ذاك العزوبيه كانت ايام ايام جميل. كم قعدتوا 20 يوم؟ 30 يوم شهر. ايه. هناك بالسلامه مسجلين مستجلين. في فنادق عندكم؟ ها؟ فنادق ولا وين؟ لا ما في فنادق. وين تنامون؟ استجرنا في ديره اسمها المحدار. داخل قطر؟ لا 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 قبل احنا قبل المنفذ. ايه. قبل المنفذ ما في يسار في حديقه كبيره على الشاطئ. ايه. مسويين هناك فعاليه تبع الترفيه اسمها هيا سلوى. ايه. فيها يجون الوفود اللي من برا السعوديه اللي من برا السعوديه يروحون قطر. ايه. فيجون وكان يجون هناك في الفعاليات هناك. كان فيها مطاعم كل المطاعم موجوده، كان فيها فعاليات، كان فيها اشياء كثير هناك. وكان طول السلامه ساكننا مستجرين بيت، استجرنا بيت. استجرت بيت؟ اي على حساب الشركه. حلو مضبوط. كان استجرنا احنا اخذنا ب 18 شهر. كم؟ 18. والله موسم. ايه. الوكاد كانت 30 يوم تجربه جميله جدا 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 جدا، والله العظيم جوالاتنا معنا، كل شيء معنا. ولكن يوم الجوال في الايام ذيك كان بزنس اثنين تو بادي والله كنا نتفرج فيهم يوم دخلوا يدخلون على اخوياهم الباب هذا دخلوا من هنا؟ اي مع الباب هذا اي لا مع الباب هذا عرفته؟ لا مو بذا وين؟ البزنس هنا اللي هو فلاح فراج ايوه كنا نتابع فلاح فراج يوم دخل اخوي فلاح فراج والربع يا الله شوف الحين مرات الحين انت بالبزنس ثلاثه سبحان الله وموسم احنا مباراة المنتخب اي والله شوف شلون هو في قطر الحين اي والله شوف شوف لا هو بقطر بس كانت 30 يوم اطبخ فيها يا ولد يا ولد صدق ما عمري رحت قطر تدري وين رحت؟ الكويت خاصين منه الكويت والاردن والبحرين برا السعوديه بس بس هذه بس ما شاء الله ابوي كان يوعدني باندونيسيا من يوم اني عمره سنتين لكن ما جت لي. اي كلنا هذول كلنا. ايه. كان كل صيفيه وكان بنروح لكن الله يستر الامور. الله يستر الامور عادي ايش نسوي؟ اي أيوة والله. كنت اجي اقول يبا متى تسفرنا؟ كنت صغير وقتها. هل اللي ماسكه انا يا اخي اي شيء يقول ابوي سبحان الله يرسخ بعقلي. تصير ردودي ردود ابوي. فكان كنت اجي اقول يبا متى تسفرنا؟ نبي نسافر. يقول وش اسفركم؟ بنقاليه انتم. اي يقنعك والله قول يلا ما عليه روح مكه يا ايام جده يوم كنا ساكنين بجده كنا يا اخي ودي ارجع اسكن بجده عشان العمره بس يا اخي كنا كل ويكند نعتمر يا الله كل ويكند نروح نعتمر قريب قريبه 40 كيلو من 50 كيلو نحرم من بيتنا نروح نعتمر ونرجع جات كانت ايام اصدمكم بحاجه ها جده ما كنت طبيتها في حياتي والله اي والله يا اخي في مكان ذكرني لا رحنا الغربيه انا وياك وتخاوينا ان شاء الله رحنا نعتمر ولا شيء بوديك مديره اسمها ثول ثول ايه تعرفه اسمع بها جيتها لا يا عندهم اكل تحب الاكل البحري اوه والله العظيم يا انس افضل اكل بحري راح تذوقه بحياتك بالديره هذيك يجيبوا لك من البحر ويلا يسوي وتكفى على طول بنروح له بنروح والله لو وديك له انا ودي انا متحمس انا ابي ازور جيزان فيفا فيفا هذه يمدحونها ما عمري جيها وجزر فرسان هذه كلها ودي اجيها انا وجده وثول ونب وينبع ينبع ترى كنا هالجبيل ها ينبع يقولون نفس الجبيل انا ما جيت لكن يقولون نفس الجبيل بالضبط
انا ما جيتها والله، لكن بنروح لها ان شاء الله. الجبيل رحت له؟ ايه اشتري ايه، لان هي نفس نظام الجبيل عرفت. ايه ايه غابر. ايه الشمال ذا كله جيت الشمال ذا، كنا نروح المهرجان الزيتون في الجوف. ما جيت هالجوف انا، جو طبار جل جينا غير كذا جيناها. تدري بغيت وين؟ ايه صح بالجوف. تدري اول ما تخرجت من الثانوي كنت بروح ادرس بالجوف، انقبلت هندسه هناك في الجامعه. ايه جامعه الجوف. الجوف على الحفر كم؟ 800. اوه المهم ذاك اليوم الله حق ترددت حيل، كنت مشواري متى اجي لاهلي؟ حتى وكندات ما اقدر اجي، عرفت شلون؟ المهم والله يرسل لي قبول اللي بالجبيل ما شاء الله نفسه هندسه وانا اروح. والجبيل كم عنكم؟ 450. والله بعيده، كنت اروح صد رد مرات، كان تجيني اشغال بالحفر واجي اخلصها وارجع الجبيل مره ثانيه. الحمد لله ما كملت وانفصلت، والله يعوضنا خير ان شاء الله. ما ادري ما الخير فيه يا ابو. اي والله والله ما ادري ما الخير فيه. بينا لف في المملكه لازم ضروري. ما تبي برا المملكة؟ ها؟ برا المملكة ما تبي؟ بنروح إن شاء الله. بس كم على المدن اللي في المملكة لازم أجيها أنا والله. ها؟ متحمس لها، ودي أروح لها والله. وشي؟ اللي هو جدة وثول وينبع وجزر فرسان وفيفا. جزر فرسان وفيفا هذا لازم. وجيزان. وين؟ جازان. إيه. ونجران، أوه يا نجران تكفى. شرورة، هذه كلها لازم أروح لها، ودي أشوفها. ها؟ ودي أروح أشوفها. فضول. ها اقول فضول، فضول انك تروح تستكشف. بارد لك السالمون زين لك شاف كشف حلو. بسم الله الرحمن. هم يغسلونه صح؟ مجهزين غسلينه جاهز. لا تكثر هذا بس كفي. يبون الداخل حاتم يبي احط اثنين. ايه انس بالله حط لي ماء بالهذي الغلايه. ايه ما يمديها الحين خلص. اجيب لك الماء. ها طلعت عليه ولا لا؟ لا شغله شغله. لا تطيح قلتك لا بيطيح. عطني اياها عطني اياها. دقيقة شوي خلها شوي. ها؟ دقيقة. يلا. اجيبه؟ ايه اجيبه يلا.
بس؟ لا بعد خلاص. بقابه شيء؟ عطني عطني. اي بقابه. والله اجواء يا ولد. ها؟ اجواء التمشيات ذي. والله يا ولد احب السفر انا. ها؟ اقول احب السفر جدا. بس بس واجد اوه. لا والله مو واجد. الله واجد. ها؟ واجد. لا مو واجد. ها؟ انا شفته واجد ودي عاد عنك. ما كثرت ترى ما اخذ كذا بس. الله وين تبي تروح؟ ها؟ خلاص. انا اقول لك كنت ما اخذ كذا بس. هذه لازم ترى النكهة بهذه. ايه هذه يسمى اللمسات. هذا اللي تخلي لك المالح. كم الساعة؟ باقي ما تستس. بس بعرف كم الساعة. ايش ما نعرف الساعة يعني؟ ايه تسع الا دقيقة. حط لي وقت بالله. اسحب يمك يمك ارفع على الغاز وخلاص. الحين تنقع المكرونية. كل هاي تنقع. ايه. أول مرة أسمعها وأول مرة أدري. عشان تنظف من النشا. أول مرة أدري. حنا بالمطبخ ما لنا خلق، ما في وقت بس الحين عندك وقت. شيء. يا هل تفت واسمع دعايا يا هي هل تفت يمي واسمع دعايا يا هي والله يبي لها غطه لكن ما يمديها يا العيال وين ها العيال بيجوا من داخل ها اللي ترى محمد الله ترى وش بيجي يسوي أنا الله يهدي أبو ربيع هو اللي خرب علي ترى الجدول اليوم. وشو؟ صحان العصر. من هو؟ أبو ربيع. يوم صليت قلت المقادير من فيها؟ كم واحد فيها؟ إيه. قال كلكم. فقمت وسلام يوم جديد قال مغرط شو اسمه؟ مناحي ومحمد. بكره منو طيب؟ والله أنا وياك. كل يوم نفس الشيء؟ أتوقع يغيرون يلخبطونا. ممكن يصير أنا ومناحي أو أنا والمسردي عرفت؟ والله أني ما أدري. المفروض يعطونا خبر يعطونا الجدول الحين لكن الله كي